عايزين تهدوا كلمات لأي حد، لزمايلكم، لجهاز فني، لإدارة، زي ما انتوا انا حابين. عاوز طبعا. اهدي حاجه لواحد صاحبي قوي الصراحه، مين؟ مفتقده، مين؟ وسام. وسام. اكيد اكيد. يعني السفريه محتاجه ناس زي دي، عارفه انت محتاجه واحد زي ده معاك في السفريه والله. جميل. لا بعيدا عن يعني السفريه، هو ابن النادي وحبيبنا وطول عمره موجود في الفرقه، لا جميل وسام، يعني راجل في الملعب، من انضف واطيب راجل الشخصيات اللي الواحد يقابلها في ان شاء حياته. الله يعني يرجع قريب ان شاء يا الله، رب ان شاء الله كلنا متوسمين خير ان الموضوع يتحل، وان باذن هو الله. لان هو مثلا هو ما غلطش في حاجه، هو يعني حاجات بتبقى غصب عن الواحد وتبقى بنبقى على جهل بيها وبتاع، فاتمنى ان شاء الله ان الدنيا يعني تبقى احسن الفتره الجايه طبعا ان شاء طبعا. الله. حابب توجه كلمه لمين تاني؟ سيف ويحيى، ربنا طبعا يعني يكرمهم في الاحتراف ويتالقوا كده ويبقوا احسن ناس ان شاء الله. طيب، في حاجة عايز توجه كلمة لمين تاني يا كابتن أحمد؟ عايز اشكر اتنين طبعا غير سيف ويحيى. طبعا سيف ويحيى طبعا يعني انا فعلا بشكرهم من قلبي، وانا فعلا الموضوع مش هيعدي كده، احنا لازم في حاجة تتعمل في النادي ليهم. والله كلنا هنفتقدهم بشكل طبعا كبير لعيبة جدا يعني. لعيبة بعقلية، وحسن السنة الجاية. عقلية كبيرة، ولعيبة ان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله في الاحتراف. يا رب. وعملوا كتير معانا، وخاصة يحيى عمل كتير معانا، حتى سيف السنة اللي دخل فيها السنة دي يمكن واحدة واحدة لحد ما دخل في الآخر، كان مؤثر جدا في الآخر، فأنا بشكرهم جدا وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. عايز أشكر كمان يعني اتنين طبعا تانيين، هتلر وكريم. هتلر طبعا أنا يعني أنا مش أنا يعني أنا بعيدا عن أي حاجة، أنا قدام فلفل وقدامكم أنا بحب أتكلم في حاجة، إن هو لازم يستبعد فكرة طبعا الاعتزال دي، لان طبعا كلنا مش بنقول له لا فكره للاعتزال. تكريم، عشان في ناس بتتكلم وناس مش فاهمه رياضه، ف يعني او مش قصدي مش فاهمه رياضه، بس يعني ناس مش فاهمه اللي بيحصل فنيا، فنيا تاثيره فنيا، فلا تاثيره فنيا عالي جدا. لا لو عمل حاجه زي كده ده كده ده ضرر علينا احنا كفريق، مش ضرر عليه. اتمنى ان هو يكمل معانا ان شاء الله، وهيكمل غصب الله. عنه. كريم انا هخليه يكمل، هو بيخدمني شويه. كريم أنا بشكره طبعا، سيزون عظيم وكبير هو وفلفل زميل الأوضة ده. وزميل الأوضة، ويعني الخير كله ربنا يبارك له يعني يا بجد رب والله. يا رب يا رب. فجميل كريم وبشكره من كل قلبي.